قال الشافعي رحمه الله في أبيات عجيبة جميلة، قال: واصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق طعم التعلم ساعة عاش ذل الجهل طول حياته، ومن لم يتعلم في صغره ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا عند مماته. فدونكم يا أبنائي، دونكم يا من لم يأتكم النذير وجاءكم النذير يعني الشيب، دونك مواطن الدرس. هل الكبير أيضا لا يتعلم؟ كلا، الكبير يتعلم. الإمام القفال، الإمام عبد الرحمن بن بلنا، أبو عثمان النهدي معنا الآن، أكابر موجودون في هذا المكان. لا تقل فاتني التعليم، كلا، لم يفتك التعليم أبدا. ما دام فيك نبض وما دام فيك طرف يطرف فلا يضيعن عليك وقت إلا وتزداد.